ومهتمين بالأشكال اللطيفة للأطفال، وفي نفس الوقت يبقى في استخدام للذكاء الاصطناعي واستخدام لمهارات التفكير للأولاد. فما بقاش أنا بديهم اللغة العربية بعتقتها في طريقة عتيقة، ولكن أنا بدي اللغة العربية بعبقها العتيق، ولكن في قالب يسمح لهم إن هم يتواكبوا مع الزمن اللي هم فيه وانا عمال دلوقتي. افكر والله يا دكتور وحضرتك بتتكلمي، الناس كانت بره بتتعلم من القوى الناعمه بقى، بنتكلم على الاغاني، بنتكلم على طبعا السينما، على طبعا. الدراما. هي مش في احسن حالاتها دلوقتي الحقيقه، كما وكيفا، فازاي ممكن تتغلبوا على هذه القصه؟ ما هي احنا بادئين من الاطفال الاول، يعني احنا المرحله الاولى هتبدا من الاطفال من 3 ل 6. الطفل من 3 ل 6 سنين هو لسه بيتعلم اللغه اللي حوله اصلا، اللي هي اللغه اللي هو في البيئه اللي هو عايش فيها. فلما اجي ادخل له لغه اخرى متسنده، لازم اللغه الاخرى تدخل عن طريق الاغاني وعن طريق القصص وعن طريق تكرار الالفاظ. يعني لما يشوف الحاجه، وده بقى دخول الذكاء الاصطناعي، في شيء اسمه منحدر التذكر. منحدر التذكر ده بيعرفني انا امتى اقدر اتذكر الكلمه او ما اتذكرهاش، فيفضل يتعرض للكلمة بصور وأشكال مختلفة كذا مرة لغاية ما تبقى جزء من الثقافة بتاعته. فمش محتاجة أعلمه وأقوله قول ورايا ألف أرنب، لكن هو هيشوف الأرنب في مواقع كثيرة وبأشكال كثيرة وفي محيطات كثيرة، فيبقى هو عارف أن ده اسمه أرنب، مش محتاج أن أنا أعلمه. طيب حضراتكم هل مسؤولين عن المحتوى اللي بيقدم لأولادنا في الخارج، ولا المجال متاح ليهم أن هم يختاروا ما يشاءوا؟ لا طبعا، هو في الخارج حضرتك ما تقدرش تلزم حد ان هو ياخد، ولا حتى في الداخل في التطبيقات والعالم الواسع ده ما تقدرش تلزم حد انه ياخد. ايه اللي بيلزم الناس انها تحتك بمجال معين او مش بتطبيق معين ومش بتطبيق معين؟ التطبيق يكون بيقدم حاجه تواكب العصر بطريقه مبتكره وبطريقه علميه كمان، وهو ده الاساس. وكل ما احنا ايه اللي بيخلينا نتمسك بقناه ام بي سي مثلا؟ ان هي بتقدم محتوى محترم ومعتدل وفي نطاق البيئه وكده، فهو ده اللي هيخلي الناس ان شاء الله يا رب باذن الله تتمسك بالمحتوى يا رب. وياخد الختم بتاع الدوله برضه يعني. طبعا. طب اهميه وجود شخصيات عامه تشارك في المبادره؟ يمكن انا لقطت كده الاستاذ محمد صبحي كان من الناس الموجودين. طبعا. عارف كمان ان الفنان مينا مسعود كان مشارك برضه في المبادره بشكل كبير، والناس دي لها شعبيه سواء جوه مصر او بره مصر. ازاي ممكن يكونوا داعم او مساندين لتطبيق المهمه سواء عندنا او بره؟ زي ما قلت لحضرتك، احنا لازم نواكب العصر، يعني ما ينفعش ان انا افضل مطرح ما انا وازعم ان الناس كلها هتجيلي. شخصيه زي شخصيه الفنان محمد صبحي ده له شعبيه رهيبه عند طائفه كبيره جدا من الناس جوه وبره مصر. فوجود الفنان محمد صبحي معانا ده بيدعم وبيثقل من المبادره دي. نفس الحكايه بالنسبه لمينا مسعود، انه شخص قدر يسافر ويوصل ويكافح، هو ما مش فجاه بقى فنان يعني. يعني مش فجاه جابوه من بيته وحطوه في فيلم علاء الدين يعني، لكن هو اجتهد وتعب ومحافظ على لغته بالرغم من كل ده. فده يثقل للناس انه الشيء ممكن، كل شيء ممكن. هو كمان قال ان اهله كانوا دايما بيكلموه باللغه العربيه، ودي كانت نقطه مهمه قوي قوي في الحوار اللي هو اللي سجله لينا. ازاي ان الواحد هي بتيجي من جوه مش من بره، انا مش هقدر افرض على حد يتعلم اللغه العربيه، ولكن لازم يبقى في دعم من الاهل ودعم من البيت ودعم من الشخص من نفسه هو يبقى حاسس. واهم حاجه يبقى في دعم من الدولة انها بتوفر لهم التطبيق ده. تمام. انا دلوقتي عملت المبادرة لكن عايز ابدا اطبقها عملي. الياتها هتكون شكلها ازاي؟ هي حضرتك هي هتنزل زي ابلكيشن او تطبيق، هيبقى على الهاتف وعلى التابلتس وعلى الكمبيوتر، ويقدر الطالب ببساطة جدا ان هو يخش ويسجل نفسه جوه ويبتدي في زي رحلة جوه التطبيق. كل ما هياخد، كل ما هي مثلا هيتفرج على قصة، والقصص لطيفة قوي، هي بتطلع له الكلمة اللي بتقرأ، يعني هو بيسمع وبيشوف في نفس الوقت، فمن كتر التكرار بتاع القصة يعني كلام زي فكرة أقسام اللغات في الكليات واللغويات بالظبط بالظبط. بالزبط. نفس الفكرة، اللي هو التعلم من الكونتكست، من داخل المحتوى. احنا في حاجات كثيرة جدا، مصطلحات دخلت علينا في اللغة العربية، صح، الناس اكتسبتها من الاستخدام، لكن هي ممكن ما تبقاش حتى عارفة أصلها ايه يعني. وبعدين يبتدي هو يتعرف على كلمات 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 في أشكال ألعاب مرة، في أشكال محتويات، كل حاجة هو بيعملها بياخد عليها نقاط.
وكل ما ياخد نقاط كل ما هو يتقدم في الرحلة بتاعته. الرحلة بتاعته بتعدي عبر جمهورية مصر العربية، يعني من أول الصعيد تحت لغاية ما يوصل لغاية فوق. فكل ما بيمشي مرورا بسيناء، مرورا بقى بالوكي البحري، مرورا بالدلتا، لغاية ما يوصل للقاهرة والإسكندرية فوق خالص.